انا دوري رومانسي، معلش انا جايه احب، بحب الراجل متجوز من ابطال العمل. الرجاله هيحبوني والستات مش هتحبني. انت كنت مديه له موعد لحد ما جاش؟ يعني لو ما جاش مصيبه سودة على راسه. هو معظم الرجاله دلوقتي بقت متجوزه جوازه تانية. سبب برحب بيكي معايا في وانتيك وبقول لك الف مبروك على مشاركتك في الجزء الثاني وبيننا معاد. اللي شجعك ان انت تشاركي بعد نجاح الجزء الاولاني، هقول نجاح الجزء الاولاني ولا وجودي مع شيكا ومع صبري؟ طبعا كل دول، انه المسلسل منور وكسر الدنيا في اول جزء، وترشيح المخرج والدور نفسه، الدور حلو قوي. عايز اعرف ايه الدور، اختلاف ايه المختلف، ايه اللي هتضيفيه كمان في الجزء؟ يعني هو مش عارفه لو هيتضايقوا مني ولا لا. بس يعني دور لذيذ، يعني دور مهندسه ديكور، بس يعني في عداوه ما بينك وما بين حد بتاعتي. لا لا، هو بس يعني الرجاله هيحبوني والستات مش هتحبني. عايز اعرف اكتر، يعني بحب الراجل متجوز من ابطال العمل، فيعني تقولي لي صبري؟ لا. مش هقول، هتشوفوا بقى، ما لازم تتفرجوا. ابو اللي هو كان زوج ناديه الاولاني؟ مش هقول. بحاول اساعد. هو المفروض يعني. بتشوفي بقى عداوه بقى من البنات ولا من مراته وفاء صادق؟ شفت شوية بس، يعني هنشوف، يعني أنا مش هحرق الأحداث، بس يعني هي بتحبه. بس البرومو أول لما نزل عمل ضجة حلوة قوي، البرومو جمع كده ما بين في كوميديا وضحك وفي كمان حياة درامية، كنتوا عايشين الحالة دي في الكواليس مع بعض؟ أنا دوري رومانسي، معلش أنا جاية أحب، أنا جاية أحب. فما كانش في كوميديا قوي، مش معايا. مش خايفة من الهجوم اللي هيحصل بعد ما الناس تشوف المشاهد؟ الستات هيهاجموك يا صاحبي. يعني حقهم، بس يعني مش بإيدي، بحبه. بتشجعي الزواج التاني؟ بص هقول لك على حاجة، هو معظم الرجالة دلوقتي بقت متجوزة جوازة تانية. فيعني بس هي مش عايزة، يعني مش هحرق لك، يعني هي بتحبه بس. في ميعاد يا صبا كنت بينك وبين حد واتأخرتي عليه أو غير لك حياتك؟ اتأخرت عليه فغير لي حياتي؟ وبيننا ميعاد، فده ممكن في واحد ما جاش على الميعاد فتعمل له بلوك. لا يعني هو ده المفروض، يعني لو حد ما جاش المعادي تعمل له بلوك، صح؟ ايوه، يبقى شكلها حصلت. حد انت كنت مديه له موعد لحد ما جاش؟ يعني لو ما جاش مصيبه سودة على راسه. تحضري ليه؟ بحضر يمكن في حاجه في رمضان ان شاء الله، مش هحرق برضو. بقراها لسه. وفي حاجة برضو إن شاء الله جاي، عمل كبير كده بس ساينس فيكشن. شفنا غنى الفترة اللي فاتت وكليب، الخطوة دي هتتعاد تاني ولا لأ؟ أنا نزلت أغنية وبس عشان أحداث فلسطين، تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين، سحبتها لأنه هي كمان كانت شوية مبهجة فرقصه كده، فشلتها. بس على عيد الحب هنزل أغنية جديدة، دراما شوية فيها غنى. ميرسي.